بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن وفخامة نائبة الرئيس المنتخب كمال هارس معربا جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 120 عاما وحرصها على استمرار البناء والتعاون على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الاستراتيجية وأعرب عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق دوام التقدم والازدهار